معدل التضخم السنوي إلى 26.7% نهاية نوفمبر الماضي. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الشهري لأسعار المستهلكين عن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق، بينما ارتفع بنسبة 1% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الجاري. وأرجع الجهاز الارتفاع الطفيف لزيادة أسعار مجموعة من السلع، يأتي على رأسها الدخان والملابس الجاهزة والأحذية والمفروشات المنزلية، بينما انخفضت أسعار الدواجن والخضروات بنسبة لم تتجاوز 3%. وكان التضخم قد ارتفع إلى مستوى قياسي في يوليو الماضي بفعل خفض دعم الوقود والطاقة.